نقيب نجم محمد مهدي رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو. تقوم المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو خلال 3 أيام من 7-8-9 نوفمبر المقبلة بتنظيم حملة تجنيد واسعة على مستوى ولاية تيزي وزو. الهدف من الحملة هو تجنيد واستقطاب الشباب الراغبين في الانضمام إلى سلك الدرك الوطني مع إخبارهم بتخفيض مستوى الخيرات إلى غاية الرابعة متوسط. تفتح المجموعة الإقليمية أبوابها لجميع الشباب الراغبين في التعرف على سلاح الدرك الوطني وإيفائهم بجميع المعلومات اللازمة، ويبقى الرقم الأخضر 1055 في خدمة المواطنين، والرجاء منهم التقرب في حالة معرفة أي معلومات. هيك التلفزيونات. المجموعة الإقليمية الدرك الوطني في تيزي وزو، أقل غدا كينا مولد معمر، دخم يد سمودة معمر، نهكت كلي بورتو زرا هكينا، هي غاشي كبار شنا سيرفيس جدرميا، هي باش نسمي كتيب ديك هكينا زيك نيفو ستيرمينال، تنصب الدترميت كتر يماني، ولي كبرنا ديك شنو غادي نسقسي هكا في سيرفيس دومي شي كلاس، مرحبا ياسر، خاطر توي ما كذا كينا نخدم ده هكينا سود لفسين ساعة، نغلي موين ساعة هكينا، خاف ماشي لين كل ساعة، مين بغات نسقرف هكينا الشعب كذا يقول يخاف شطوحة هكينا لين ساعة جدرميا. هذا الدنيا مرحبا بيس نقيا بكينا 8 ايام 12 15 حيث تم تخفيض مستوى الدراسة للتجنيد لغاية السنة الرابعة المتوسط. هناك ورشة تجنيد يتم فيها إعطاء مطويات للشباب لأجل تعريفهم بشروط العمل التجنيد والشروط الخاصة بما فيها مستوى والسن والمستوى الدراسي. هناك ورشة حفظ النظام، هذه الورشة خاصة بوحدة التدخل، التدخل عند وقوع مثلا انشغال أو كذا، هذا يسمى جهاز ميغافون، الغرض منه هو إعطاء تحذيرات قبل طول القيام بالهجمات. جهاز طازر الغرض منه هو شل حركة المجرمين. بطانية مضادة للحرائق، غرض منها هي إطفاء الحريق مثلا عندما يكون شخص معها. هناك قفازات حفظ النظام، سكون أبل بوكلي، غرض منه حماية الدرك أثناء تأدية مهامه. هناك العصا القصيرة والعصا الطويلة، هذه تسمى في حفظ النظام، هذا ما يسمى بوكلي صدرية، صدرية حفظ النظام. القناع الواقي، هذا الغرض منه حماية الدرك أثناء القيام بمهام من الغازات أو الروائح لقيام بمهامه. واقي الكتف، واقي الساق، وواقي اليدين. نفس المهام هو حماية الدركي من مختلف الصدمات أو الاعتداءات أثناء القيام بمهامه. ندخل إلى ورشة المعتمدية. قبل هناك بالنسبة اللباس الرمزي أو المثالي للدركي أو كوبلي، هذا لرجل حفظ النظام في مجمع التدخل والاحتياط. بالنسبة لورشة الأبحاث، نجد أولا دفتر التصريحات اللي يستعمل في أخذ تصريحات أشخاص. هناك معروف عند الناس بالأزخة رفع المخالفات. نجد أيضا الوسائل المستعملة في الإضاءة، الأغلال، شل حركة المجرمين. هناك حقيبة رفع البصمات، غرض منها رفع البصمات أثناء من مصلحة الجريمة. بالنسبة لورشة المعتمدية نجد ألبسة نظامية، اللباس الشتوي. هناك أيضا بدلة حفظ النظام، هناك حفظ بدلة نسوية لحفظ النسوية، بدلة تعملها العنصر النسوي في الدرك الوطني. بالنسبة لأمن الطرقات، مختلف الأجهزة التقنية من أجل معرفة وقياس السرعة، أجهزة تومبو كام، الخوذة المستعملة من طرف الدركي، الأجهزة المستعملة لرفع السرعة، أجهزة أيضا هناك الدراجات النارية المعروفة عند المجتمع.
هناك سيارات وسيارة حمد الله. هذه باختصار فقط الورشات اللي وضعتها المجموعة الإقليمية البرك الوطني بتجهيزه أجل تعريف المجتمع والشباب الراغبين في الالتحاق بسلاح البرك الوطني. كيفاش راس الشنطة ديالك؟ Thank you.